حركة من يديه تبدأ آلة موسيقية بإدخال أنغامها إلى أرواح الناس قبل مسامعهم. هو من عشق الموسيقى منذ الطفولة المبكرة، ومن ثم تعلمها واليوم يعلمها. المايسترو عدنان فتح الله قائد الفرقة الوطنية للموسيقى العربية تتلمذ في السادسة من عمره على يد الأستاذ قاسم خليفة، مؤسس وقائد فرقة أطفال يبرود، ثم انتقل لدراسة آلة العود بشكل أكاديمي تخصصي في معهد صلح الوادي للموسيقى. دخل المعهد العالي عام 2005 في دمشق، وتخرج سنة 2010، حيث درس آلة العود كاختصاص على يد الخبير الأذربيجاني عسكر علي أكبر. هو مؤسس وقائد أوركسترا الموسيقى العربية لمعهد صلح الوادي للموسيقى بدمشق، مدرس آلة العود في معهد صلح الوادي للموسيقى أيضا بدمشق، مدرس ومشرف موسيقي في جامعة القلمون الخاصة في دير عطية، أيضا عازف في فرقة أبو خليل القباني التراثية، وهو مؤسس فرقة سوز دالار للموسيقى الشرقية إلى جانب عازف القانون توفيق ميرخان. لهم مشاركات على مسارح كثيرة محليا وخارجيا، فهو من دعاه المعهد الوطني العالي للموسيقى في لبنان ليقود الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى. الموسيقى لغته التي يسعى إلى كشف خفاياها من خلال تطويره لتقنياته في العزف وأسلوبه في كتابة القطع الموسيقية. له تجارب كثيرة دمجت بين لغة الموسيقى ولغات فنية أخرى، فحتى الظل استطاع أن يرسم لوحة على موسيقاه. عدنان فتح الله، ضيف صباح نغير لليوم.